واحد بيقول يوجد في الكتاب المقدس ان اجرة الخطية هي موت، ولكن بعض الناس يقولون انه يوجد فرق بين خطية واخرى في الحكم عند الله، فهل مثلا خطية الزنا تساوي خطية النظرة الشريرة؟ لا طبعا، في فارق بين عقوبات الخطية. هي كلمة الموت يعني ان الانسان بيحرم من الله في الابدية ويلقى الى الظلمة الخارجية او العذاب الابدي. لكن في فرق بين نوع العقوبة او كمية العقوبة، فرق دي عندي يعني. زي مثلا اتنين بيسقطوا في امتحان، ولكن واحد سقط في علم واحد، واحد سقط في 4-5، اهو اسمه سقوط. فكمان الاتنين دول بيحرموا من الله، لكن في فرق في العقوبة في الدرجة بتاعتها